الوغ دونك دابا الشباب نشوفوا اشنو هما الاسئله اللي كيتحطوا لنا في هذا الدرس. هذا اسئله مباشره وواضحه وسهله، ماشي شي حاجه حامضه. دونك اول سؤال كتلاقى معاه هو فاش يجي يقول لك احسب الصوره. ناخذ حنا واحد بحال تمرين، نقادو تمرين ميلاتنا ونشوفوا كيفاش نجاوبوا عليه. دونك مثلا جا هو يقول لك هو مثلا لنعتبر اف دالة خطية بحيث، وعطاك اش؟ عطاك الصيغة ديالتها بحيث اف دو اكس ايكالا 3/2 اكس. دونك هذه هي الدالة اللي عطاك تخدم بها. جا السؤال الأول بيقول لك مثلا احسب صورة مثلا صورة جوج وربعة بالدالة اف دو اكس او بالدالة اف. هاد السؤال يقدر يعطي لك واحد الصيغة اخرى، ولا يقدر يعطي لك واحد كتابة اخرى. مثلا يجي يقول لك احسب نفس السؤال هو بصيغة اخرى، يقدر يجي يقول لك احسب اف لي جوج اف لي 4. دونك يقدر يجي يقول لك احسب اف لي 2 اف لي 4. ناخذ سؤال اخر، جا مثلا هو يقول لك احسب سابق العددين 3 و6 مثلا، 3 و6 بالدالة اف. واللي يقدر يجي يعطيك السؤال بصيغة أخرى، يقول لك احسب أو حدد العدد الذي صورته 3 و6 بالدالة اف. دونك راه هادو بجوجهم عملة وجهاني لعملة واحدة. دونك هادو بجوجهم راه نفس السؤال الشباب، نفس السؤال. غير كل أستاذ تيبغي يجتهد في صياغه السؤال، كل واحد كيعطي واحد الصياغه على حسب شنو بغا هو، ولا على حسب شنو هو مولف تيخدم مع التلامذة في القسم. دونك نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هاد جوج اسئله. دونك نبدا ليه ملي كنبغي نسير عبد الله يرحم والديه، ملي كنبغي نجاوب على الاسئله ديال الداله ديما بدا ليه باول معطى هو لدينا وحط ليه الصيغه ديال الداله. اول معطى تيكون هو لدينا وكنحط ليه الصيغه ديال ديك الداله انا ديالتي. دونك بغيت نقول ليه حتى انايا لدينا وبنحط ليه الصيغه ديال الداله اللي عطاني اللي هي 3/2 اكس. سي بون شباب. وبغيت نجي ديك الساعه نقول ليه اذن انا اشنو باغي نحسب؟ نحسب الصوره. اشنو هي الصوره؟ يعني اف لي 2. دونك اذن اف لي جوج، شوف لاحظوا معايا انا هنا اش كانت عندي اكس باش انا بدلتها بجوج. دونك حتى هاد الاكس واش خصني نعوضها بجوج؟ دونك فين ما بانت ليا شي اكس خصني نعوضها باش بجوج. دونك هي 3/2 مضروبه في اكس. اشنا هي اكس؟ قدرنا نعوضها بشحال؟ بجوج. دونك نحسب دابا هاد العجب، بغيت نسامبلي فيه مشات ليا هادي مع هادي، اش بتبقى ليا؟ 3. اذا اف لي جوج تتساوي ليا شحال؟ تتساوي 3. دونك ندوز للسؤال الموالي ولا تتمانيت. دونك قال لك هو ثم عاوتاني 4 بالدالة اف. دونك الصورة اللي عطات 4 حتى هي. دونك عاوتاني بغيت نجي نقول ليه لدينا اف دو اكس او ستات ديالتك راها هي 3/2 اكس. اذا او ستات راه اف لي شحال هاد المرة باغي هو اف لي 4. اذا راه اف لي 4 كتساوي دونك هاد اكس باش عوضتها ب4. دونك حتى هاد اكس بغيت نعوضها بشحال؟ ب4. سي بون. وبغيت نحسب عاوتاني. دونك عندي عاوتاني واحد لا سامبليفيكاسيون، وبغيت نختزل عاوتاني. دونك بغيت نمشي ليا هاد 4 مع هاد جوج. اشنا هي 4؟ 4 هي جوج في جوج، بتمشي جوج مع جوج بتبقى عندي جوج. دونك هي جوج في 3 اللي هي 6. دونك ها هي اف لي 4. سي بون. وما ننساش نكادري عليه بحال ما هكا، وهاي صورت النقطات ديالي بواحد الطريقه سهله معنا. سي بون. دونك ندوز ليه عاوتاني دابا
لا سويت. السؤال الموالي، السؤال الموالي اشنو قال لك سيدي فيه؟ جا هو يقول لك هاد المره احسب سابق العددين 3 6 بالداله بالداله اف. دونك كيفاش كنحسب انايا السابق ديال الاعداد؟ سابق الشباب ديال الاعداد ترجموه بالصيغه الاخرى هي اش؟ هي فاش يقول لك حدد العدد الذي صورته 3 بالداله اف. دونك انا اش بغيت نقول؟ بغيت نبدا ليه بلادينا ونحط الداله ديالتي اللي عطاني هو اللي انا خدام عليها ها هي، وبتجي نقول لي اذا اش هو اشنو قال لك بغا؟ قال لك حدد العدد، واحد العدد مجهول ما معروفش اكس ما معروفش، العدد السابق قلنا راه هو هذه الصيغه هذه كنا بغيت نجاوب عليها بهذه الصيغه، هذه الصيغه هي كتعاونني سي بون. دونك العدد الذي صورته، انا عارف ان الصوره فين كتكون؟ كتكون في هذه البلاصه، الصوره هي اللي كتكون في هذه البليصه هذه. دونك صورته شحال؟ 3 باش بالداله شكون؟ بالداله اف دو اكس. شتي كيفاش حطيتها انايا؟ وبغيت نجي دروكا اش ندير؟ فقط بغيت نعوض اف دو اكس بالقيمه تاعها. دونك اللي ما عرفش اللي ما فهملهاش الشباب يعاودها، هذا راه فيديو دونك اللي ما فهملهاش كيفاش درت ليها يعاود. دونك غادي بغيت نجي هاد اف دو اكس نعاود ليها، نعاودها بالصيغه ديالتها، نعوضها بالصيغه ديالتها. دونك هي 3 على 2 اكس كتساوي ليا 3. نحل هاد المعادله هذه ببساطه، شفتوا المعادلات كيفاش كنحلهم بطريقه سهله معنا. الوغ اكس كتساوي ليا شكون؟ دابا انا هاد الجوج ما عندي ما ندير بها في هاد البلاصه، خصني نديها الطرف الاخر، وثلاثة حتى هي ما عندي ما ندير بها في هاد البلاصه، خصني نديها الطرف الاخر. ايوا قبل ما نديهم نحط في الباغي ديك القاعده اللي كتقول المضروب خصو يولي مقسوم، والمقسوم خصو يولي مضروب. دونك جوج انا فين كاين عندي جوج؟ كاين عندي في المقام، يعني كيفاش واقع عليها؟ يعني مقسمه. دونك ملي بتبدل بلاصتها بتولي ليا مضروبه، بطلع بتضرب ليا في ثلاثه. ها هي طلعت كانت مقسمه ولات مضروبه. هادي مالها؟ هادي كانت مضروبه، هي كانت ثلاثه مضروبه في اكس، هي كانت ضرب 3 اكس، يعني ثلاثه مضروبه في اكس. ملي حتى هي بتبدل بلاصتها كتولي بتولي مقسومه، كانت مضروبه بتولي مقسومه بتهبط لتحت. دوكا اش بقات ليا؟ فقط بغيت نسامبليفي عاوتاني، مشات ليا هادي مع هادي، شحال بتبقى ليا؟ جوج. الوغ اكس كتساوي ليا جوج، اذا جوج هو العدد اللي الصوره ديالتو 3 بالداله اف دو اكس. يعني جوج هو العدد اللي انا ملي كنوض نعطيه الداله كتنوض هي تعطيني شحال؟ كتعطيني 3. سي بون، انا اليوم نطرب عليها كيفاش، واش بصح باش نعرفوا هادشي تاعنا اللي خرجنا هو صحيح ولا ما صحيحش، نديروا واحد لا نبرهنوا عليه بواحد الطريقه. دونك اش بغيت نجيب نقول ليه انايا؟ هذا انتم هادشي بنت دمني راه انتم غير مطالبين به، انا بغيت نوريك الطريقه باش كنعرف ان الجواب ديالي هو صحيح ولا ما صحيح، باش كنتاكد باش كنفيدي فيه انايا. دونك هنا لقينا بان راه اكس كتساوي ليا شحال جوج، دونك نحسب ليه اف لي جوج، وخص هاد جوج خصها تعطيني 3، حيت واش قال لك احسب العدد الذي صورته 3، يعني خصني نلقى 3 في هاد البليصه هادي، خصني هنا تخرج ليا فيه شحال؟ تخرج ليا 3، خصني هنا الشباب هاد البليصه هادي هنا خا تخرج ليا فيها 3. دونك كيفاش بغيت نجي ليها؟ دونك انتبهوا معايا، بغيت نجي دروكا انايا وبغيت نعوض ليه في الداله، دونك الداله هي 3 على 2 مضروبه في اكس، اشنا هي اكس؟ تعوض هنا بجوج، دونك ها هي جوج. دونك بتمشي ليا هاد الجوج مع هاد الجوج شحال بتبقى عندي؟ 3. دونك بصح راه جوج هو العدد اللي انا ملي كنعطيه لديك الداله كتنوض هي كتعطيني شحال؟ كتعطيني هي 3. سي بون، دونك هاد الطريقه هادي راه هي باش كنفيريفي، نتوما غير مطالبين بها الشباب. الوغ دونك دابا الشباب غادي نشوفوا السؤال الاخير اللي هو حدد العدد الذي صورته 6 بالداله اف. دونك اش بغيت نجي؟ بغيت نقول ليه بغيت نحط ليه ديما انا المعطى ديالي اللي هو شكون؟ اللي هو ديك الداله اللي عاطيني انا الاستاذ. دونك الداله اللي عاطيني انا الاستاذ هي اش؟ هي دونك لدينا اف دو اكس ايكالا شحال؟ 3 على 2 اكس. اذا انا اش بغيت نجاوب عليه؟ على شنو هو السؤال؟ حدد العدد الذي صورته 6 بالداله اف، يعني اشنا هو العدد الذي صورته 6 بالداله اف. دونك هو اشنا هو هذا العدد مجهول اللي التصويره تاعته، الصوره هي اللي كتكون هنا، اللي التصويره تاعته شحال؟ هي 6 بالداله اف دو اكس. سي بون شباب، دونك اش بقى ليا؟ فقط التعويض. دونك باش نعوض ليه هذه الداله هذه بالقيمه تاعتها، هذه هي هذه، سي بون نعوضها بالقيمه تاعتها كتساوي ليا شحال؟
كتساوي 6. دونك كنقلب على شكون؟ كنقلب على اكس. الوغ انا نقلب نجبد اكس بهذا التعبير هذا. جوج مقسمه 3 مضروبه، دونك 3 راها مضروبه في اكس بينما جوج راها مقسومه على اكس. سي بون، دونك زعما كنا جوج قسمه ليا اكس. الوغ انايا على من كنقلب؟ انا كنقلب على اكس خصو يبقى ها هو بنخليه هاد 6 حتى هي تبقى بلاصتها. شكون اللي بيتحول ليا غير هاد جوج باش تبقى لينا هادي بوحدها سيليباتير؟ ما عندي ما ندير بها. سي بون تبقى عندي بوحدها، هادو ما عندي ما ندير بهم. الوغ 3 قلنا مضروبه ما تولي كي دايره مقسومه، جوج كي دايره مقسومه دونك ما تولي ليا مضروبه. دونك اكس كتساوي ليا شحال؟ اشنو هي 6؟ 6 هي 3 في 2، بتمشي 3 مع 3 وتبقى ليا 2 في 2 ليا شحال؟ اللي هي 4. الوغ اكس كتساوي 4. دونك سابق العدد 6 هو العدد 4 بالداله اف. سيرو شباب، دونك نتمنى يكون هذا الشيء واضح. ندوزو لاخر سؤال في الداله الخطيه، هو ملي تيسولك هو على التعبير. هو تيسولك تيقول لك انا بغيت التعبير ديال ديك الداله. بحالاش مثلا جا هو يقول لك هو مثلا لنعتبر ولا لتكن اف دو 3 تساوي سعود مثلا، حدد لا ماشي هكا، دوزو ندوزو لاخر سؤال نقدروا نشوفوه في هذا الدرس، رايت ما ندوزو للسيري ان شاء الله. دونك جا هو يقول لك مثلا لتكن اف دالة خطية بحيث اف دو 3 ايكال 9. سي بون شباب، جا السؤال وقال لك سوا يقول لك احسب ا، سوا يقول لك احسب الميل، سوا يقول لك احسب المعامل الموجه. سمو كلهم تيعنيو نفس الحاجه. ولا يقدر يجي يقول لك اعطي الشكل العام لهذه الداله، حتى هي نفس الحاجه. كيفاش كنجاوب؟ انت معايا الجواب ديالي كيفاش بيكون؟ بيتمشي بيت نقول ليه انايا لدينا او نعلم ان شنو اف داله خطيه. اذا مادام عرفت انها داله خطيه، اذن راه الشكل العام ديالها كيف يكون الشباب؟ هو هذا اف دو اكس ايكال ا اكس. مادام انها داله خطيه وحنا قررنا ان الداله الخطيه هذا راه هو الشكل العام ديالها، دونك هكا ما تكون عندي الشكل العام ديال الداله الخطيه. اذن لنحدد ا من هذا التعبير. الوغ ا شحال تكون كتساوي ليا؟ قلنا هي اف دو اكس على اكس. سي بون شباب، اشنو هي اف دو اكس؟ عطاليا في المعطيات، ها هي عطاني هي اف دو 3، ها هي اف لي 3، ها هي. دونك نعوض اف دو اكس باف لي 3، عطاليا هو. وانتبهوا معايا شباب في القاعده، راه هاد اكس اللي هنا، هاد اكس اللي هنا راه هو اللي هابط عندي لتحت، هاد اكس هذا هو اللي انا عندي هابط لتحت. دونك انايا هاد الثلاثه اللي عندي هنا هي اللي خصنا نهبط بها لتحت. سي بون، دونك شحال بتعطيني يا شباب؟ انتبهوا معايا، دونك شحال بتعطيني؟ اف لي 3 شحال تتساوي؟ تساوي 9، ها هي مقسمة على شحال؟ على 3. الوغ اشنو هي 9 بعدا؟ 9 هي 3 في 3، بتمشي 3 مع 3 شحال تبقى عندي؟ 3. دونك هادي هي دونك ا كتساوي ليا 3. دونك زربت واحد شويه في الحساب ولا ماشي كاع زربت، راني اختزلت. دونك راه الا ما فهمتنيش شي حاجة عاود بسط داك الشيء. راه 9 هي 3 في 3، على تحت عندي فيه 3، مشات 3 مع 3 بقات عندي 3. راه الحساب راه ماشي شي حاجه شاجه. الوغ دونك دابا انا بغيت نجي مادام حددت ليه ا، شوف الا قال لك هو في السؤال حدد، الا قال لك هو في السؤال حدد ا، ولا قال لك حدد الميل، ولا قال لك حدد المعامل الموجه، وصلت لهنايا وحبس ليه نتايا، ها هو حددتيه ليه صافي. ولكن هو الا قال لك في السؤال اعطي الشكل العام لهذه الداله، ولا قال لك احسب اف دو اكس، في ديك الحاله ما خصكش توقف ليه انت غير هنايا، لا تحسب ليه ا بزز من خص تحسب ليه ا، من ورا ما تحسبها تجي تقول ليه هو اذا ولا وبالتالي اشنو اف دو اكس ايكال ا اكس. اشنو هي ا؟ هي 3، يعني كتعوض ليه ديك ا بالقيمه تاعتها. دونك هذه هي الصيغه ديال الداله تاعتك. سي بون شباب،
دونك نتمنى يكون هذا الشيء واضح. اللي ما فهمش شي حاجه يعاودها، اللي ما فهمش شي حاجه الشباب عفاكم يعاودها باش ندوزو ان شاء الله الفيديو اخر ونشوفوا فيه حتى هو، حتى طول شويه هذا الفيديو باش ندوزو فيديو اخر ونشوفوا فيه ان شاء الله الداله التالفيه، حتى هي نشوفوا غير واحد النبذه ولا واحد ناخذ على واحد الفكره. سي بون، غادي تما نبداو ان شاء الله لي سيري ديالنا. سي بون شباب، يلاه بون كوراج.